بهدف الاستفادة من خبرات الشركات المشاركة في مؤتمر بنات مصر في نسخته السادسة وتجربة الإصلاح الاقتصادي والتوسع في بناء مدن الجيل الرابع، يشارك رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي في هذا المؤتمر، ويقول إن العراق يمثل فرصة جيدة للمستثمرين المصريين. هناك فرصة عمل كبيرة للشركات المصرية والأردنية للعمل في العراق، إعادة الإعمار مقابل النفط، وهذه فرصة كبيرة جدا. الكل يعرف أنه الشركات المصرية هي من أكبر الشركات العربية، شركات إمكانيات كبيرة جدا. اليوم الدول العربية المتضررة ومن ضمنها العراق تحتاج إلى شركات كبيرة مثل هذه. أحب أن نكون الأولوية للشركات العربية في إعادة إعمار الدول العربية. المؤتمر يركز هذا العام على التجربة المصرية والاستفادة من توسع الشركات العاملة في مجال البنى التحتية والمرافق العامة والتي نفذت مشروعات ضخمة داخل مصر أو خارجها. الواحد أكثر سعادة أنه ابتدى يشوف هذه الشركات النهاردة بتفوز بمشروعات في الدول العربية والدول الأفريقية، بما يعني أنها اكتسبت الخبرات الكبيرة جدا 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 اللي بقت تمكنها النهاردة أنها تعمل على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى مصر. وحصلت شركات مصرية مؤخرا على عقود إنشاء محطات كهربائية في ليبيا بقيمة وصلت إلى ملياري دولار، كما تعمل مصر على الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع العراق عبر الأردن. احنا عندنا خطوط ربط حاليا ما بين مصر وليبيا بتقدر تدي قدرات معينه، ممكن ان احنا نزود، واحنا هيبقى في برضه من بعض المناقشات الفنيه مع الاشقاء في ليبيا في ان احنا نزود قدرات خط الربط دهوت، واحنا جاهزين. طبعا حاجه جيده جدا وممتازه ان شركات مصريه تفوز بشيء في انشاء المحطه. وتساهم العلاقات الجيدة واللجان المشتركة بين مصر وعدد من الدول العربية والتي تعقد على مستوى الرؤساء في توفير الدعم السياسي المطلوب وتوفير البيئة المناسبة لإعادة الإعمار، والتي تظل دائما مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. إعادة الإعمار في بعض الدول العربية مجال يمنح فرصا استثمارية للشركات المصرية الكبيرة والمتوسطة للفوز بعقود مشروعات في عدة مجالات، أبرزها المقاولات العامة والبنى التحتية، وصولا إلى المشروعات التكنولوجية المتخصصة. لكن زيادة عدد هذه المشاريع وفقا لمتخصصين ما زال يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.